يسعد مساكم ويسعد صباحكم متابعينا الاعزاء، واهلا ومرحبا بكم من قلب الرياض، من حي الشفا جوز حمام. يرحب بكم واهلا وسهلا بكم، وندخل الى المحل ونطلعكم على كل جديد. وحياكم ومرحبا بكم واهلا وسهلا. يا هلا وغلا. مثل ما تشوفون هذا مقر جوز حمام. يتميز جوز حمام بالمنتجات الفاخره وعندهم أشياء جميلة جدا جدا جدا. بطلعكم على عجالة على جوز حمام. طبعا يقول لك من نحن؟ نحن علامة تجارية سعودية، هدفنا تمكين شباب الأعمال منتجي لحوم الحمام وأخوات الحمام من الكسب الشريف، وتسعى لتنمية الاقتصاد الأسرة السعودي والرقي بقطاع الحمام ليصبح صناعة مثالية في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا من إبداع الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني فكرتهم تقديم خدمات وتسويق لأصحاب محلات الحمام اللي هو منتجين الحمام المزارع، وهذا الباركود بإمكانكم الاستفادة من الباركود. ودي طبعا آخذ تفاصيل شاملة وكاملة، لكن خلونا على عجالة ناخذ عن جوز حمام. طبعا عندهم مثل ما تشوفون حمام مغلق مرتب بتاريخ صلاحية بشغل تكتيكي، تاخذ الحمام وتروح لبيتك ولا استراحتك ولا كجتك وتشوي وتستانس وتستمتع بالجودة والأسعار الخيالية صراحة، يعني أسعار جميلة جدا. وبحط لكم برضو رابط تطبيق جوز حمام بحيث أنك تطلب وانت في بيتك ويوصل المنتج إليك. ونشوف وش يقول هنا. يقول تصادف أحيانا تبحث ولا تلقى حمام، ولا يهمك، سجل طلبك مع الموظف المباشر واتصل بخدمة العملاء أو برسالة أو واتساب، واختر طريقة الدفع وقتك الاستلام والتوصيل، واحتفظ بالفاتورة للحمامة الذهبية. أعلمكم وش سالفة الحمامة الذهبية، معني يعني خبرتي بسيطة بهالمجال ده، لكن أعلمكم وش سالفة الحمامة الذهبية. طبعا هذه هي الحمامة الذهبية، هذه المزيونة، هذه الحمامة الذهبية ما شاء الله تبارك الله. الحمامة الذهبية فكرته كل ما تشتري تأخذ نقاط، وبعد يعني مجموعة نقاط تحصل على هدايا قيمة من ماركة جوز حمام. يعني ما عندي معلومات كافية، لكن إن شاء الله أني وصلت المعلومة. هذا شعارهم وموقعهم الرياض حي الشفا، موجود بجوجل ماب، وإن شاء الله قريبا بيكون لهم فروع في مدن المملكة. واللي حاب يستثمر معهم شباب مستعدين لتطوير هذه الصناعة وخدمتهم. وشكرا لتواصلكم، وشكرا لوجودكم معنا، وشكرا لمتابعتكم تغطيتنا البسيطة. وهذه ايش يقول؟ هذه البيضة البلدية، يعني البيضة البلدية ما خلوا شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. البيضة البلدية والشغل الزين. وطبعا انا اعلمكم معلومة، اعلان غير مدفوع، لانهم شباب يستاهلون، وقلت ابى اسوي لهم تغطية سريعة. هم يستاهلون لأنهم قدموا شيء جميل جدا جدا. وبأوريكم تسعيرات منتجاتهم. يقول الحمام الفرنسي بيت الريف ب 36 ريال و 33 ريال و 32 و 36 و 34. يعني طبعا حمام المربع والنخلة والحمام الفاخرة وكذا، هذول منتجين. وحمام بلدي، وهذا السمان استراء ب 18 ريال، وسمان استراء متبل ب 22 ريال، ودجاج استراء 800 و 900 ألف. هذه أسعاره من 13، وهالأسعار دي. والديك البلدي غير عضوي، طبعا ما أدري وش الفكرة غير عضوي، ب 28 ريال، والبيض البلدي ب 26 ريال، وبيض بلدي غير عضوي ب 20 ريال، ودجاج بلدي ب 25 ريال. بما يعني إذا ممكن تكتبه غير عضوي أكيد يجيهم منتجات عضوية، وأكيد أنهم يقدمون خدمات للمنتجين المنتجات العضوية. هذه تغطية سريعة من غير سابق إنذار. جيت وقفت وقلت أصور وأطلعكم على هذه الخدمة الجميلة، وأشكر القائمين على هذا الشيء الممتع. هذا تواصلهم وحساباتهم وخدمة العملاء ورقم الجوال. ولا تنسون تاخذون صورة للشاشة وتحملون التطبيق، وحمل التطبيق وأضف حساباتنا في موقع التواصل الاجتماعي هذا الباركود. و يعني نكتفي بالباركود بدل ما نكتب
علامة السعودية. وشكرا لكم، نستودعكم الله، وإن شاء الله قدمنا لكم ما يمتع، وانتظرونا في القادم الجديد والمفيد والممتع والمميز، وحياكم الله في قناة إبداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.